الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، بإذن الله سبحانه وتعالى وحين ما أنت وحكت المامي دونا من هم الشيعة، شيعة وايو ما هي عقائدهم، عقيدة دودو محيطة هاي تاسو جوابتي دا صح دا قفك مسلم كاي مركا وهلو أيو عدان يسو موقف كا دينيغا إسلاميغا أي تهينو كيستاغو سلبا وإيجابا. وحكلف أيين إنو كهذا لمواضيع دا سيداسا مرين هبابين تسعوتا إذا كان مسلمين تلقوا ذه، قال إيه شيعة نوعيهم با وكوولي قد هشيسها إلا هدنا هشيس كالداهية الدبدودة هساها تمرك قار كود سمية عند السرعات لقان الرواية ذه دنهو دو أي كتيران لبدا دينا عمرك لأيغو مصالح دو دا الدنيو إسلامرك أنا لقمر هبابين أيو ذات كمسلمين تايا أهل السنة ها ولوغوتش علي سينا يا شيعة لوغانا ديغا يينا يهين مسلمين تصح دي هاقاك سن جي سياشة يدي رعية دا الدين تا إسلامك إن بضان باي تاريخ دا سومرتاي داد فربادان ومسلمين هاي أرنك نوع عاسية واكود داقمان يغونا قونو لهاين شيعة واحي تاي يا عقيدة دود واحد تابيس كامانان وانا الدفاعان يقايانا كشاقان انا يهين اسلام كالصحدة قف كمسلم كان واحد لقد بون واحد كهر ليو ديدا فين يو دور ايو يا واحد دفاع يو سود وين يو امان ايو لبدا بينو اقون ايش سو هذا الكيس ونقضة مد علم كدسا عدالتنا كسليسا هذه كلاقف كجهل بوكو هذلا يا وحكلاو كفجانا يا عدالدة حق درنا اللغها يولجلي يا هل قذبان ما أنت شعلهاي وعقائد الشيعة كم ذا بل وح كتب توضك قرآن إن عن حصوصية ضد كمسلمين تاع وحين أقصنا هاي ولا ليال قرآن كان كريم كمصاحفته إنه قرآن يا آخرين تيس إلهي إنه كعب النهاية وكنت كنه أين كودا قنا إلهي نامرين أين سكوح كنا نفهنا أين كما أمر الله إلهي نوشى وددا الصحدا إنه نجها نونا يوم مركوري إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم إنه يهي كلام رب العالمين الله عالمين تردن أبو ري هذا الكيسين يه هذه عقيدتنا وإيماننا وحكلين وآمن سنهي أن القرآن الكريم محفوظ قرآن كريم كائنو يهي مدو إلهي إلالي وقفنا باني وسورتو باني وحكو دارو أما وحكا صارو أما وحكا مدو بدلو إلهي با كتاب كيسا كويري إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون وحينو أمسنها إنو دميستريهي وإنتي وحي قرآن ملك جبريل نبي محمد وكاني مصحف كاسي اي كودان تاهي وحكم قنا ملغا توري هوا يراتيان وچرين هذه عقائد اهل السنة والجماعة اهل السنة والجماعة عقيد واتاس قرآن كان سيداسي اقعب شيع قرآن كا وينو اقصونا هينو يهي مستر كي ايش كوبات اللغا قاتو عقيدو يا احكام يا اخلاق يا الدينو دن سيداسي ما ينقلها مسيهين مثل الساسي كدوان بيا من سيهين مارك الله الربو مذهب مسلوح كقبا إلا أقاده وإن الله نقضى كتبته دوا وين مراجع دا وإن لا يقع علمته دوا وين محي رادين مثل الساسي كي رادين ميا يسكوا وافقين ميا يدمان تود ودا يرادين مقار بايرين تكلانوي كاموسين الشيعة عقيدتهم في القرآن وحي تاي وحي أئمدود يعلمدود هو الرئيسية الدنبي السبع
kutubtooda waaweyn ee mu'tamadka ah ay ku qoreen culimadooda tafsiirka wax ka qoray kuwa xadiiska wax ka qoray iyo kuwa aqiidooyinka ka qoray kuwa horeeyay iyo kuwa dambeeyay inta aan warcad laga hayn marka masaladan laga hadlayna lagama hayo beenin ay beeniyeen kuwa kale waxay quraanka ka yiraahdeen lagamana hayo raddina ay raddiyeen oo baadil ay ku tilmaameen kuwa si cad u yiri quraanku ma dhama waa la bedelay waxbaa lagu daro waxbaa laga saaray bal waxa la hayaa ammaan ay ammaaneen way u kiileen inay yihiin a'imadooda culimadooda muxadisiintooda iyo fuqahadooda iyo mufasiriintooda kuwooda u wanaagsan ee mudan in lagu daydo cilmiga iyo masaa'isha diintana iyaga loola noqdo imaamkii la odhan jiray ibnu xasm raximahullahu tacaala oo ka mid ahaa min ahli sunna kitaab buu leeyahay uu ka qoray firaqa iyo waxyaabay kale aaminsan yihiin masaladaa markuu ka hadlayay wuxuu yidhi famin qowli alimaamiyati kulliha qadiima waxadiia أن القرآن مبدل زيد فيه ما ليس منه ونقص منه كثير وبدل منه كثير وحكم إذا عقيدوين كإمامية الشيعة الرافضة آمساً لبي طبعاً إمام ومعصومين خلطاً كل عكر وهذا الكود وهذا الكإله وكلاء يهي إلى الشران وحكم إذا عقيدوين كود دمانتود الرئيسية الدنبي صبا قرآن كوينو يهي مدل بدلي wax lagu daray waxna laga saaray wax badanna laga bedelay marka laga reebo buu xaasha Cali ibn Hussein ibn Musa al-Sharif al-Murtada imaamka marka laga reebo fa huwa al-wahid alladhi lam yathbut anhu al-qawl bi tahrif al-Qur'an wa imaamka qura aymadooda kamida ee aanay ka sugnaan inuu yiri quraanka waa la bedelay waxa la oran karaa ibn Hazm wa ahlus sunnah قول كيس الشيعة الله قبل ما يو محاكو تبتو ذاكو قران أي مدود محي لهدين لقي سوحي أي مدود يلهدين يكو قران كتبتو ذا واوين نعمة الله الجزائري وحكم ذي يعلي مدود آت كو أمانان وحدى الأخبار مستفيضة بل متواترة والتي تدل على وقوع التحريف في القرآن كلاما ومادة وإعرابا wararka la soo wariyay xadiitha la soo wariyay ee aaymadooda laga soo wariyay buu jeedaa aad bay u badan yihiin bal waa mutawaatir waxaan la koobi karin bay gaadheen taasoo tusinaysa quraanka inuu ku dhacay taxriif bedelis hadal ahaan maada ahaan icraab ahaan iyo macna ahaan bay loo bedelay kitaabkiisa al-anwaar an-nu'maani uu saa ku qoray juska labaad safxada 370 al-majlisi aymadooda waaweyn buu ka mid yahay wuxuu qoray kitaab weyn oo uu ku jamciyey wixii ay xadiis lahaayeenba bixaaru lanwaar baa kitaabkiisa la yidhaahdaa wuxuu yidhi can maysara can abi jacfar lawla annahu ziida fi kitaabi illaahi wanuqisa minhu lama khafiya xaquna cala dii xija haddaanay dhici lahayn kitaabka ilaahay wax lagu daray waxna laga saaray qof caqli leh xaqayagu kamuu qarsoomeen macnuhu waa maxay suuradihii iyo aayadihii xaqayaga ka waramayay ee magacyadayada sheegayay ayaa qur-aanka laga saaray kuwa kaloo saxaabo iyo dad gaala ahaa lagu amaarayana waa lagu darsaday waa kitaabkaasi la yidhaa bixaaru lanwaar mujalladka 30aad safxada 19 basaayiru darajaat kitaabka la yidhaa uu qoray safaar isna wuxuu yidhi qaala abuu jacfar أبو جعفر وإمام كودي الشراب لم يتوان كإمام إليه ومعصوم كمدة أبو جعفر وحو يري دعا رسول الله أصحابه بمنن رسول كإلهي سقو من الشوغو صحابة سوية علي فقال أيها الناس إني تارك فيكم حرمات الله وعترتي والكعبة البيت الحرام ضد وحان إذن كغتك يا حرمات كإلهي قرآن كو كمدي وحان إذن كغتك يا أهل البيت كيغا waxaan idinkaga tegayaa kacbada oo ah guriga ilaahay u xurmeeyey thumma qaala abu jacfar amma kitaabullaahi faxarafu wuxuu leeyahy dardaarankii rasuulka saxaabadu may fulin kitaabkii ilaahay way bedeleen abu jacfar waxaan ma odhan
إمام بوها عالم ومن أهل السنة هذا من افتراءاتهم عليه وحسنده صحيحة وأيهيان وهذا الكلام قصور يعني ما شرتم. وأما الكعبة فهدموا كعبة دينه ويدميين بوري والنبي محمد بسو كيري عايشاي أداني قوم كاغو أهين كوة قرد ويد صوي السلامة فتنانا نقبق أهين كعبة دوان دومين لها أساسكي يساسكي نبي إبراهيم بن كعيل لها تي أيوم بوفولية عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. وأما العترة فقتلوا بوري أهل البيت كي نبي قنوا إلايين وهذا من كذبهم على الصحابة صحابة أهل البيت ليس متشران. وكل ودائع الله فقد تبروا وح الله علي وحي إله أمانه ديبي ويضيعان وأنا يكبر النقدين وجسك سدادات باب كتضبية طبنات دابع عد إيران لقد دابعي سنة كيكون يلا بقول يشن سدادات المركة هاي تاريخ ده هجروه الكليني أي ماذا دواوين بكميدي هاي هل كابخاري وقتشرا أهل السنة يويقا وقتشرا وحو يساقنا سؤال أوريي رواية أمورين ونسبيي جعفر الصادق وليها وحيري عندنا مصحف فاطمة وما يدريهم ما مصحف فاطمة دانو شيعاتنا يوحانا عيسانا مصحف كي فاطمة النبي عليه الصلاة والسلام سيدة قاركا وقديبي القرآن كقراء ما حيك يقاني مصحف كفاطمة مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات ومصحف وكو قرية هاي قرآن قرآن كينا المصحف كيدين كويا لصدح شركة بضم مركا معنى يدوا معي قرآن كي إلى إني محمد كسودة كي يصدح مركا الله قيبيو لبا مقان ثلث بينو هاي سنة صدح دلال ودلال بينو هاي سنة والله ما في ما فيه من قرآنكم حرف واحد ها وحو كذا بكاني هذا الكي هرب كدرا وحو لي قرآن كا صدح ذا شير قرآن كينا كبضا قرآن كينا ركوبيا لبا مركا محوم عنونا قونيا مركا قرآن كي أفر ميول الله قيبيو ميل بينو هينا يصدح ما مقن وحو سيدا كوري كافيكي سبخاري قودة جسكا كوبات سبحان الله بقوليو سقالي صدن محمد باقر المجلسي وأي ماذا ذا كميدا وحو لإن كثير من الأخبار صريحة في نقص القرآن وتغييره ومتواترة المعنى إن بدن وحديث ذا كميدي وحيكو عبد هايبو لي قرآن كوينو ناقص يو دمي هاي وكي إلا هاي وسودة تيان لوضا هاين إلا بدلي أرنت أنا متواتر بيكو تهايو أخبارا لبكو بكرن فربندان انت هايكا قادي أيا الوسوري كتاب كي سمرات العقول صفحة الله بقول يا صديحي كنتم الحر العاملي وحكم دي أي مدودا أي حديث كي يفق قبائد واعتمادان أعلم أن الحق الذي لا محيص عنه بحسب الأخبار المتوافرة الآتية وغيرها أن هذا القرآن الذي في أيدينا قد وقع فيه بعد رسول الله شيء من التغيرات وحلية هاي أخبارت متواتر كاي وحي كعد هاي قرآن كان عينو هاي صنوه نبي مركو دمتي كذب إن شغلق قفصدي ويسبدل فربضان لغسمي وأسقط الذين جمعوه بعده كثيرا من الكلمات والآيات كوي قرآن كتشمعيي أروريي اي مصحف كان السقوقيي إني كتورين إن بضان وكلمة داه يا إن بضان وآية داه كواسوايو من هم الذين جمعوا القرآن هم الصحابة رضوان الله عليهم وأبو بكر كسوا بلو عثمان بن عفان أي جمع عودا بيها المصحف ومضى الوكل مية سمي آية ضبضا بي كسارين بولي مرقا سوحو شاقيا قول كاسينا نهينا ركتديسة أو يهاي هذا الكعولي مدود مرقا سوحو لا يهاي ولقد قال بهذا القول القمي والكليني ووافق جماعة من أصحابنا المفسرين كالعياشي والنعماني وخراش وغيرهم وهذا مذهب أكثر محقق محدث المتأخرين حديث يقان كشيعة المحققين تعلم قودا دعي بدن كود وسيدة كنت تقيم لي وقول الشيخ الأجل أحمد بن أبي طالب الطبرسي وقد نصره شيخنا في كتابه بحار الأنوار
وعندي في وضوح صحة هذا القول بعد تتبع الأخبار وتفحص الآثار بحيث يمكن الحكم بكونه من ضروريات مذهب التشيع. مركان مسألة أكور قليب لي يا حديث يا هذا الله كليل السؤال تبيي بعد أنسفي عن الدراسي وحقي صبح ضي إلا إذا هذا القرآن كمدما وحن كم إذا إنه وكتشرا وحن هو اللي قبل دلي إنه كم تهاي من ضروريات مذهب التشيع. وقفك الشيعي هيا كسبانو نقول هاين إلا عقيدة سوى آمنه ضروري بيوتها يقفك الشيعي سعقيد الصح نقطه إنه ساسي آمنه مرات الأنوار بسيداكوين شيخ هذا لنا عدنان البحراني إساقو نوحو الشيعي أخبارتان إيا ورركم بدنا اللي سوى التبيعين الله بابا حنينبا فايدوما الله هبول إيكو صاحبسان قرآن كو إنو ديمي هاي إنو بدلي هاي إن زيادية نقصاني بايق الشي رسول كدبدي وطلو محان لوغو باهنين وحان لوغو باهنين بولي يهي دواب قضية إسك بديهي ومتفق عليها وابار إلا إسكوا فقسيبا وصنة إيو شيعبا إسكوا فقسيبا ليس في نقلها فائدة بعد الشيوع القول بالتحريف والتغيير بين الفريقين شيعة إيا صنة أكتو دواهرين عام بحدي بولي يهي قرآن كإن لبدلي وحنا لغو كرية وحنا لغا صاري وكونوا من المسلمات عند الصحابة والتابعين بل وإجماع الفرقة المحقة على أن القرآن محرف وكونه من ضروريات مذهبهم فرقة حق كتاقا والشيعة وحيكو إجماع بلا يسكوا فقين قرآن كونه يهي من لبدلي ولا الليحيي أرين تاسي روحي كميتهاي ضروريات كمذهب كوذي كميته ما أنتو عدنا الدين وآخرينو مراجع دي كتبتو دي واوين أصل كوي اعتمادان دين توضناي كقاتان وحاكو قرارة تاكو صابصا وحينو سوكو بكرنا ما بل قاركود كتب مسألة دا اقارة ايابي قرين كتب اقارة قرآن كو انو يهي مد لمن مد لبدلي مد وحلقو داري واخد بضو هذا الكينو كوبي نايه وحينو كيني لهين آيات بدنو إنكو أين أنا قون إنكو آيات الكرسي ونقانا سورة البقرة كتيرتا آيات الكرسي كلاي يقول ليهين ومصحف كينا نانكو قررين إيا سورة دانو إسكرركبا وإليهين قرآن كي إلا إنهي محبك سودة تيوه كمي داين هذا نمصحف انكم أيهالان آياته يقوى هار بيلين هار نقدان آياتها سي كوى إليهين صحابة عايين وصحابة إياقو سمعد وضا إلا عشان يا قرآن كتوري يكوى إليهين أهل البيت كأمانيين أما وحي الشيغيين إنو علي بن أبي طالب يهي كأم دانو مده قامين تيدا رسولك عليه الصلاة والسلام دبدي أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على ظالمين ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وحلقة يا بدتك غير كودين إلى هدان وحنا داخلين إيسا كتبتو داد كشيغ إيسا ووحي قرون تيهوريشي عادو أي قبيل لكن كوا إمي كتشوغا وادد وناكسان وإسلام كتشعل قرآن كان إنا لا آمين سن وحنا لأن هاي وركاسي صح ماها يلا إسكو بادا يبادد كقار كودين لغو خلده كوا ما أنت تشوغا كوا هوري لقوليهين أئما دين تاين لغاقد دا مدن أيو آمين سين بل انت بسو دافو كو هوري وحي يراهدين بي يغون يراهدين خميني سو لغران مايو سو امام كودي ماها ودمد غربيغا يرهير قلبيتك لغو سو سمييي لغو سو سنعييي دبيتنا يساقو ديارة ايران دوش لغا ساري كدي من الثوردي سياما كعان كيسي وحي لغو تلمامي لا امري انو واردو عالم كا سنيغا أردن مرو أود استعماله إيه مرو تبكى لاستعماله مال إيه ميت كلبا لغي سوحو لخميني صحابة دو كهد ليا سوحو لي لقد كان سهلا عليهم إيه الصحابة صحابة دو حيالو قفضو ضيد أن يخرجوا هذه الآيات من القرآن آيادان مصحف كانكو قرين بوكين خميني marka aad qofku su'aal bis weydiinay wax oranaya war aayadahan kitaab kan quraanka inagu ay u naqaano kuma yaalaan tar waxay ka yimaadeen waxba la yaabin buu leeyahay saxaabada ka saaray
صحابتنا آد بيوقفوا ضيد آياتها نوكل إلى كتاب كتوران ويتناول الكتاب السماوية بالتحريف آد بيوقفوا ضيد كتاب كحق السماد كيمي إلى يسود الشيء إنه يبدلان ويسدل الستار على القرآن وقرآن كدد كأيده كساران ويغيبه عن أعين العالمين وأي كقريان ومت كم قنا يكذبان عالم كون ده ضد كون أركاين مركزوه حكوها لطامة كبرى سبحان الله تاسيوا فيها تفضيل اليهود والنصارى على الصحابة يهود يا كريستان وكفضل يا صحابة وحلا إن تومة التحريف التي يوجهها المسلمون إلى اليهود والنصارى إنما ثبتت على الصحابة تهم هذا كصابصا كتاب بدلك المسلمين توي كتهمان يهود يا كريستان حنا إياك كما يسقنان هذا إلهي بالي يحرفون الكلمة عن موضعه القرآن كي كتالا لكن ده خمين القرآن كلام إن الله ما يسنين وحو الله يسكتهم أمرك المسلمين تلايهين يهود يا كريستان كتبتي لا يسود شيء ويبدلين وحكو السقنا هذا وعدادين معها يكو عدات إنما ثبتت على الصحابة صحابة الرسول كا يمبار انتاز كسبنا تبولي كتاب بدل كاس وكتاب كي قرآن كا يقا ايا بدلي وحيو الله يابك لو حكم إذا قولد النصارى دا ما كريستانك مركا يددك الدين تا إسلام كالد دا قال لما يان وحي رادان إذن كبا كتاب كيني بربا مقان الله مي إذن كبا كتاب كيني واد كو عيارتين وحنا واد كسارتين وحنا واد كدرتين وحنا واد بدشين وأنا شبهة قديمة وكريستان كوراي أورن تيرين ابن حزم رحمه الله تعالى وعالم كا مسلم كا سني قايا كتشواب وحيري وحال أخري إيسان واخو زعبلات كي يبينه الرافضة والرافضة ليسوا بمسلمين ورعدك الوركا كي نبورا مسلمين كواس مسلمين ما لا شك إن أنا مسلم هين قف كي يراه هذا قرآن كي إلهي وسودة تيبي قيمة قنط بل أرنتا علماء الإسلام ويكون جماعنا ويسكوا فقير قف كيدا قرآن كي وحكم إذا لبدلي قف كيدا هذا وحن قرآن هين بمصحف كان كويا الله والله قدر صدي إن أنا مسلم هين شيكو متيرو هذا حكم الدونة ما قال شيء عقيدة دي شيء عدا في القرآن وادمغل الدونة ما حي سنة نبي كامي سين ما حي صحابة كامي سين وكتبته ذا كقرن هي مسائل كلبا هذا حكم الدونة وحانا هذا الحق دون إيسو علمي أقولنا وحكو حكومة إيسو كو عدان دونتا شيعة وحييهين يوحي أمنسيهين يموقف كايتاي إنات كيستاكتو اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.